الفكرية. قال الإمام الحسن عليه السلام: الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق وأتمنه على الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه وأنا أنصح خلق الله بخلقه، وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة ولا مريداً له سوءاً ولا غائلة. ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة، ألا وإني ناظر لكم خيراً من نظاركم لأنفسكم، فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي رأيي. غفر الله لي ولكم وأرشدني وإياكم لما فيه المحبة والرضا.